هذا ووصلت قوافل تضامنية إلى ولاية الطرف من قبل جمعيات وطنية من ولاية الصطيف وكذا من متبرعين جزائريين بالمهجر. وقد استقبلت مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية لهذه القوافل التضامنية المتمثلة في شحنات من الأدوية والمواد الواسعة الاستهلاك وكذا الأغطية والأفرشة. التغطية كانت لهشام قاسمي. بنتان طبيبتان في المهجر في فرنسا بالضبط من مدينة دران أرادوا إلا أن يشاركوا بعملية تضامنية مع العائلات المتضررة من الحرائق التي اجتاحت ولاية الطارف. في العملية وجدت استحسان كبير من طرف المواطنين مثل كل الإعانات التي وصلت من عدة مناطق من ولاية الجزائر. ولاية الصطيف أتت لولاية الطارف تضامنية، قمة التكافل وقمة التضامن بين أبناء أفراد هذا الشعب، وهذه هي لمة الشمل تاع السكان ومواطنين الشعب الجزائري بأكمله. إنما هناك اون بيرت تاع غابات، ثروة غابية، يعني إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الدر. نحن هنا اليد في اليد لحماية وطننا وحماية جزائرنا الحبيبة. تتوافد علينا كل الولايات، وكنت تشوف لي جون والشباب والطاقات الشبانية والجمعيات والتنسيقيات واقفة والمحسنين واقفين.